أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع يمن مونيتور، ينبه الأهالي عبر مكبرات الصوت: مواطن في تعز يحصي قذائف الحوثيين على أحياء المدينة. من موقع عدن تايم، ساعة بيج بن: عدن مهددة بالبناء العشوائي. صحيفة عربية تقول إن أهالي العاصمة المؤقتة يهربون من الحرب إلى مطالعة الكتب. من شبكة البي بي سي تتساءل: لماذا يجب على النساء مقاطعة الرجال أثناء الحديث؟ أهلا بكم. مواطن في تعز يشاهد كل يوم قذائف ميليشيا الحوثي وهي تقتل الأبرياء، ولأنه يسكن تلة مرتفعة فقد قرر المساعدة واشترى 4 أبواق لاستخدامها في التحذير من القصف. وفي تقرير لوكالة أناضول عاد نشره موقع يمن مونيتور، قال المواطن أحمد النقيب: جمعت 4 أبواق ولأنني على مكان مرتفع وجدت أن مدى الصوت يغطي أحياء ثعبات والجحملية وجزء من حي المجلية. ويضيف النقيب: بمرور الوقت وجدت أنه بإمكاني تحذير الناس وأنقاذ العشرات منهم، فالزمن بين انطلاق القذيفة وسقوطها هو وقت كاف في معظم الأحيان ليتحصن المدنيون في أماكن آمنة. كان المواطن اليمني أحمد النقيب، وهو من سكان حي صبر الموادم، يشاهد مواقع انطلاق قذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا والهاون وأماكن سقوطها وهي تجبره، ويقول عنها بحزن: في البداية كنت أصرخ ولا يسمعني إلا القريبون من منزلي فقط. وفقا للوكالة، لا تقتصر مهمة هذا المواطن في تحذير الناس من القذائف والصواريخ، فهو أيضا يوثق في سجلاته بالتفاصيل زمن ونوع مكان إطلاق وسقوط القذائف. ومن بداية شهر رمضان الماضي أطلق الحوثيون 1537 قذيفة على أحياء تعز بحسب رصد النقيب. الكثير من العناوين المتعلقة بما شهدته عدن وردت في صحيفة أخبار اليوم، أهمها: اجتماع موسع بعدن يناقش ترتيبات امتحانات الشهادة الثانوية التي تبدأ اليوم. وعنوان آخر للصحيفة: معارك عنيفة غرب مارب ومقتل قيادي حوثي واللواء المقدشي يبشر بقرب تطهير صرواح. وعنوان آخر: وساطة قبلية بأبين تتمكن من الإفراج عن ضابط بفريق الحراسة الشخصية لمحافظة عدن. حان الوقت يا بنك البنوك. تحت هذا العنوان كتب محمد الجماعي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، ويضيف: عندما أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية الحكومة اليمنية رسمياً أنها رفعت الحظر عن حساباتها، كان على الحكومة أن تمنح هذا الأمر احتفاء أكبر من نشره عبر خبر صحفي، كونه ناتجاً عن جهد حكومي كبير، وكونه أيضاً جاء عقب انتظار شعبي يفسر تعثر تسليم رواتبهم من قبل حكومة بن دغر منذ قرار نقل البنك المركزي الذي تعاملت معه كخبر صحفي أيضاً. ما تبذله الحكومة من جهد جبار في المجال الاقتصادي يضاف بلا شك إلى رصيدها، سيما وهي تخوض معتركاً متعدد الأطراف: الحوثيون شمالاً وبعض الفصائل جنوباً، حصار إقليمي وانكشاف خليجي تجاه التزاماته المالية للحكومة في المرحلة الراهنة، حرب هنا وشحة مالية هناك، موارد نفطية متوقفة وأخرى ضريبية وجمركية منقوصة. غير أن تحفظها على المعلومة الاقتصادية منذ نقل القرار المالي إلى عدن منتصف ديسمبر الماضي ليس له ما يبرره، بل إن هناك من يعتبره قصوراً يجب تلافيه، كون المعلومة أصبحت حقاً مضموناً للجميع في عصر انفتاح الإعلام على كل شيء، ومصادرة الحكومة لهذا الحق يعرضها للكثير من الحرج والضغط والشائعات. لا توجد حتى الآن خارطة واضحة للنجاحات الاقتصادية التي استخدمتها الحكومة كسلاح في حصارها للانقلابيين، ولا يستطيع المواطن لوحده أو حتى الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة أن تدرك كيف تدير الحكومة كل هذه الأمور، وما هي الأسس التي تبني عليها خططها وموازناتها وبرامجها. هناك صعوبات تغلبت عليها الحكومة لكي تنتصر في معركة نقل البنك،
وهناك إجراءات وتحركات واسعة وحثيثة للوصول إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المالية. وبلا شك ما تزال هناك عقبات أخرى كالاتصالات التي تتحكم بها صنعاء وينتظر مركزي عدن تخطيها كي يمارس عمله كبنك البنوك. ظاهرة البناء العشوائي في المساحات والأماكن العامة التي تشهدها العاصمة المؤقتة تزداد انتشاراً وقد وصلت إلى كل مكان. فوفقاً لعدن تايم، فقد أقدم مجهولون على البناء في واحد من معالم المدينة وعنونا الموقع. أعمال عشوائية تطال معلم ليتل بن عدن بجبل التواهي. وكشف المحامي سعيد العيسائي عن نتائج نزول ميداني إلى جبل الساعة بالتواهي ليتل بن عدن، ووجد على أثره استحداثات في المساحة المصورة قرب الساعة. وقال المحامي: عمل عشوائي وتكسير جزئي لسور الساعة باتجاه البيوت، والبناء المستحدث يهدف إلى تحويل واجهة العمارة نحو مساحة الساعة، ما سيؤدي إلى تشويه المعلم الأثري في هذه المنطقة. ويقول الموقع إنه تم النزول من قبل مدير عام مديرية التواهي وشرطة المنطقة، وتم توقيف العمل بعد أخذ تعهدات بعدم الاستمرار في البناء. إلى موقع المشاهد نت، والذي علق حول وزير الدفاع المعتقل لدى ميليشيات الحوثي. توجه حكومي لطرح قضية اعتقال الصبيحي على الأمم المتحدة. وكشف وزير حقوق الإنسان محمد عسكر عن توجه حكومي لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع محمود الصبيحي وقيادات أخرى على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالهم. وقال عسكر في تصريحات صحفية إن تحرك الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان يأتي بعد تعنت ورفض الانقلابيين إعطاء أي معلومات عن حاله أو مكان وزير الدفاع للصليب الأحمر، الجهة الدولية المعنية بموضوع السجناء والمعتقلين. وأضاف عسكر أن وزارته قامت بطرح كثير من المبادرات لإيجاد مخرج أو حل للمنظمة الدولية للوصول لأي معلومات حول مصير وزير الدفاع الذي يعد مجهولا حتى لهذه المنظمات. خيري منصور كتب مقالا في صحيفة الخليج بعنوان أين الشهود، وقال فيه: ينسب إلى الجنرال ديغول أنه قال في حضرة الشاعر بول إلوار صاحب قصيدة الحرية الشهيرة التي أصبح توزيعها من خلال الطائرات في ذكرى تحرر فرنسا طقسا شبه مقدس: إن أوروبا لو كان لها 10 أبناء من طراز إلوار لما فقدت في حربين عالميتين عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال. وكان ذلك بمثابة اعتراف من ديغول بالدور الذي يناط بالمثقفين في الأزمنة الصعبة. ولا شك أن ديغول كان على دراية بما قاله سلفه نابليون بونابرت، وهو يصغي إلى كلمات سانت بيف، وهي أن السيف ليس سوى نصف الانتصار، أما نصفه الآخر فهو الكلمة بامتياز. إنها جدلية الفعل والكلمة على مدى التاريخ الإنساني. لهذا قد يأتي من العرب القادمين من يعيد سؤال بورتولد بريخت، وهو: أين كان سادة الكلام حين سالت الدماء في الشوارع؟ وثمة دماء عربية غزيرة سالت في الشوارع، لكن في زمن أعجف شح فيه الشهود رغم وفرة الشهداء. في خمسينات القرن الماضي لم يكن عدد الجامعات والصحف والفضائيات في عالمنا العربي واحدا بالألف مما هو الآن، لكن الشعر كان في ذروة ازدهاره، فقد حارب مع الجزائريين في معركة الاستقلال، وكان مع المصريين في العدوان الثلاثي شريكا في الخنادق. فما الذي جرى لأمة كان ديوانها هو الأبهى وأبجديتها هي الأوفر حظا بين اللغات؟ ولكي لا نستهين بالكلمة التي كانت منذ البدء وستبقى حتى الأبد، نذكر أن أعداء العرب حسدوهم على شعرائهم، وكان آخر هؤلاء شارون الذي قال بالحرف الواحد إنه يحسد الفلسطينيين على شيء واحد فقط، هو محمود درويش. أما مناحيم بيجن فقد وقف أمام الكنيست يقرأ الترجمة العبرية لقصيدة محمود عابرون في كلام عابر، والتي تنتهي بمخاطبة الغزاة: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. كم من الدماء العربية سالت خلال هذه الآونة التي لم يعثر لها المؤرخون حتى الآن على اسم يليق بها، وكم من النزيف الصامت، فأين الشهود؟ المديرية التي انطلق فيها النضال منذ أشهر ضد الميليشيات ما تزال محلا لهجمات التي يتعرض لها المدنيون، ووفقا لموقع المصدر أونلاين. مسلحون حوثيون يداهمون منازل في مديرية عتمة غربية ذمار ويخطفون
6 مدنيين. قال سكان محليون في مديرية عتمة غربية محافظة دمار إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح شنوا حملة مداهمات لمنازل وخطفوا مدنيين. وأوضحوا في إفادة لمصدر أونلاين إن الحوثيين اقتحموا قرية القدم الساعة 10 مساء وداهموا عددا من المنازل وخطفوا 6 مدنيين واقتادوهم إلى منطقة مجهولة. وبحسب سكان فإن المختطفين 6 هم صقر علي معوضة وجميل مسعد يحيى الجرادي ومحمد سعيد علي بشر ومحمد سعيد فارع الدميني وناصر سريع السالمي وعبد الرزاق المشبك. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. باتت صنعاء مدينة 3 ملايين نسمة من دون منتزهات يقصدها السكان للترفيه عن أنفسهم باستثناء حديقتين قديمتين تزدحمان خلال الأعياد والعطل الرسمية وبحسب صحيفة العربي الجديد. مع الحرب والضغوط الاجتماعية المتزايدة كثير هي أسر صنعاء التي تجد متنفسا لها في مساحات طبيعية مفتوحة في الضواحي الريفية للمدينة. أسرة محسن الهمداني من تلك الأسر، يقول الهمداني وهو يصطحب أفرادها في سيارته الصغيرة إلى منطقة سد مختال التي تبعد 8 كيلومترات إلى شرقية المدينة. أنفق في الحدائق أكثر نظرا لغلاء تذاكر الدخول، لكن في نزهتنا إلى السد ننفق أقل مما ذلك ونستمتع قدر ما نشاء بالجو النقي وبمنظر بحيرة المياه. وفي الجهة الغربية لمدينة صنعاء تقع مناطق عدة تجذب السكان خلف جبل عصر، لكنها تكلف مالا أكثر بسبب بعدها عن المدينة، إلا أن ذلك لا يمنع كثيرين من التوجه إليها. ويشعر مختار حسين وكذلك أفراد أسرته أنهم محاصرون بالسياسة والحرب والكوليرا وغيرها، لذلك يهربون من كل هذا إلى مناطق قريبة من المدينة يستطيعون فيها تنفس الصعداء. ويقول مختار: خياراتنا ضيقة فيما يخص انتقاء منتزهات مناسبة لقضاء بعض الأوقات بعدما عجزنا عن قضاء إجازتنا السنوية في المدن الساحلية مثل عدن والحديدة أو مدينة تعز الجبلية بسبب الحرب، كذلك أنا لم أتلقى مرتبي منذ 9 أشهر. ميدانيا، قالت صحيفة الاتحاد أن هناك معارك كر وفر في معظم جبهات القتال باليمن، حيث تواصلت المعارك بين الميليشيا وقوات الشرعية، فيما جدد التحالف العربي غاراته الجوية على مواقع للمتمردين في مناطق متفرقة بالبلاد. متحدث باسم الجيش الوطني قال إن القوات الحكومية شنت هجوما عنيفا على مواقع للميليشيا في سلسلة جبال حامل استراتيجية شمال بلدة المتون بمحافظة الجوف، وحققت مكاسب من هذا الهجوم. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل عنبر ضمن سلسلة جبال حام بعد معارك شرسة خلفت 15 قتيلا في صفوف الميليشيا بينهم قياديان ميدانيان. فكرة الحضارة المهددة، تحت هذا العنوان كتب إيثان ثارو مقاله الذي أعادة الاتحاد نشره. لم يكن من قبيل المصادفة أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة البولندية وورسو تحديداً لإلقاء أحدث خطاب من خطبه التي يحذر فيها عادة من الأخطار التي تواجه الغرب. ومن جانبها حرصت الحكومة اليمينية القومية في بولندا على أن توفر للرئيس الأمريكي منصة مناسبة قبل اجتماعه مع زعماء مجموعة 20 الذين قد لا يتسع صدرهم لسماع أفكاره. ألقى ترامب خطابه وحذر من الأخطار التي تواجه أمريكا وأوروبا، خصوصاً تلك المتعلقة بالتطرف الإسلامي والهجرة، بوصفها تحديات وجودية.
وقال: السؤال الأساسي حالياً هو ما إذا كان الغرب يمتلك إرادة البقاء. وفي إطار رؤيته التشاؤمية لمستقبل وجود الغرب، أضاف: يمكن أن يكون لدينا أكبر الاقتصادات وأكثر الأسلحة فتكاً على ظهر الأرض، لكن إذا لم تكن لدينا عائلات قوية وقيم قوية، فمعنى ذلك أننا سنكون ضعفاء وغير قادرين على البقاء في هذا العالم. وختم ترامب خطابه قائلاً: أعلن اليوم للعالم أجمع أن الغرب لن ينكسر أبداً أبداً. وأقول أيضاً إن قيمنا ستسود، وإن شعوبنا ستزدهر، وإن حضارتنا ستنتصر. لكن السؤال هنا هو أي قيم وأي شعوب وأي حضارة؟ فترامب قبل كل شيء كان قد عبر بوضوح من قبل عن رؤية للغرب تختلف عن رؤية المؤسسة السائدة. ومستشارو ترامب ليسوا قوميين يمينيين فحسب، وإنما هم أيضاً من كبار المشككين في النظام الدولي القائم، ومن المعادين للتعددية الثقافية ولفكرة القيم العالمية في حد ذاتها، كما يأنفون من الانتزامات المتعددة الأطراف التي ميزت عملية صنع السياسة في الولايات المتحدة لما يزيد على نصف قرن من الزمن. صحيفة القدس العربي بموضوع من العاصمة المؤقتة عدن، وتعنون الصحيفة: القراءة في زمن الحرب، المعارك تشعل وهج المطالعة في عدن. وقالت الصحيفة: في زمن الحرب وأوقات الشدة تظل القراءة ترفا على مائدة مثخنة بالأوجاع والآلام، وهامشا في زمن مليء بالانكسارات والخوف، كما هو حال اليمنيين الذين تعصف بهم حرب طاحنة منذ نحو عامين. لكن واقع الحال في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد بدأ مغايرا ومختلفا بعد أن ازداد الإقبال على شراء الكتب والحرص على اقتنائها خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما اعتبره الكثير من المهتمين والمعنيين تساميا فوق الجروح وتمردا على الأوجاع. وتضيف القدس: ولربما أن ذكريات الحرب في المدينة المعروفة بمدينتها وتنوع الثقافات بها باتت من الماضي الذي لا ينبغي التوقف عنده ونصب سياج الألم حوله. يقول علي العميسي صاحب مكتبة خالد بن الوليد بمحافظة عدن: إن الإقبال على القراءة واقتناء الكتب والمجلدات في عدن بات أكثر مما كان عليه قبل اندلاع المعارك في 26 من مارس أذار 2016، وصار الاهتمام بالمطالعة والتزود بكل ما هو جديد ديدن الغالبية من الناس وبالأخص الشباب. لماذا يجب على النساء مقاطعة الرجال أثناء الحديث؟ تتساءل شبكة البي بي سي مضيفة: أثارت الأزمة الأخيرة في غرفة اجتماعات شركة أوبر لسيارات الأجرة مسألة مقاطعة الرجال لحديث النساء، وعادت الجدل حول هذا الموضوع. وتقول لوسي كلاوي الكاتبة بصحيفة الفاينانشال تايمز: إن الرجال ينبغي أن يتوقفوا قليلا عن مقاطعة النساء، لكن على النساء أن يقاطعن الرجال أكثر. ارتكب ديفيد بودرمان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لشركة أوبر لسيارات الأجرة الشهر الماضي خطأ كلفه منصبه، ففي وسط اجتماع لمناقشة ثقافة التفرقة بين الجنسين في الشركة تطرق بودرمان إلى مزحة غير مناسبة حول فكرة أن النساء يتحدثن أكثر من الرجال، والتي اعتبرت ذات طابع تمييزي ضد النساء. وقاطع بودرمان أرينا هانغتون وهي زميلة له ومديرة بشركة أوبر أيضا، وأورد حقائقه بصورة غير صحيحة: فالنساء لا يتحدثن أكثر من الرجال، وقد دفع ثمن أخطائه وغادر منصبه بشركة أوبر. وتضيف البي بي سي: لا تؤدي مقاطعة الآخرين إلى جعل المناقشات والحوارات أكثر سرعة فقط، وإنما تجعل الناس أكثر يقظة وأكثر تحديدا فيما يرغبون في قوله. فالخوف من أن يحسب أو يسحب البساط من المتحدث يجعله أكثر سرعة واختصار في عرض فكرته قبل أن ينتقل الحديث إلى شخص آخر. ومن الأفضل وفق الشبكة أو شبكة البي بي سي أن لا يطلب من الرجال أن يقاطعوا النساء بصورة أقل، بل أن يطلب من النساء أن تقاطع الرجال أثناء الحديث بشكل أكبر من المعتاد.
إلى الأخبار المتنوعة من موقع هاب بوست عربي، والذي قال بأنه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي تدفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلينا إلى الصف الثاني خلال التقاط صورة جماعية لزعماء الدول المشاركة في قمة العشرين. ويظهر الفيديو وصول ترامب وميلينا إلى المنصة المخصصة لالتقاط الصورة، وبعد مصافحته لبعض الزعماء تقدم إلى الصف الأول وواقفا في نفس المكان الذي كانت ميركل قد سبقته إليه. وبعد محاولته الوقوف في المقدمة تقدمت إليه ميركل، وفيما يبدو أنها تحدثت إليه بأن مكانه المخصص في الصف الثاني. وبعد رجوعه نظرت ميركل إليه وأظهرت عدسات الكاميرات ابتسامة خفيفة ارتسمت على وجهها. الرئيس الأمريكي ترامب لم ينجح هذه المرة في تصدر قادة دول العالم، فخلال زيارته المرة الماضية إلى مقر حلف شمال الأطلسي دفع ترامب رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ميكوفيتش ليصبح في طليعة مجموعة من القادة في الصورة. لماذا يجب على أمريكا دعم الاشتباك مع إيران وروسيا والأسد؟ 5 أسباب تحت هذا السؤال. كتب أرون ديفيد ميلر مقالا في هذا في ذا ناشونال انترنست، وقال في جزء منه: قد لا تكون سوريا مهمة لإيران بنفس أهمية العراق، لكن طهران ضحت أصلا بموارد ضخمة من الرجال والمال في القتال، ولم يستعرض بوتين قوة روسيا العسكرية في سوريا ليطوي ذلك تحت الضغط الأمريكي. وتقول الحقيقة والواقع إن التحالف بين سوريا وإيران وروسيا هو ائتلاف راغبين أكثر بكثير من الائتلاف الذي استطاعت الولايات المتحدة تجميعه، والذي يبدو أنه ائتلاف شبه الراغب والمهتم بمصلحته الذاتية. والحجة القائلة بأن الطريقة الوحيدة لتغيير الحسابات الروسية أو الإيرانية هي تصعيد الضغط هي لعبة خطيرة على ضوء التباين في الإرادة والمصالح والحلفاء بين الجانبين. فمن سيرمش أولاً على ضوء غياب دعم الكونغرس والدعم الشعبي لمغامرة عسكرية أخرى في دولة لا نهاية منظورة لها؟ انظر إلى أفغانستان والعراق. مثل أفغانستان، حيث أصبحت الولايات المتحدة عالقة الآن أيضاً، يرجح أن واشنطن سوف تحتاج إلى نتيجة جيدة بما يكفي، وليس انتصاراً بكل تأكيد، ومن المستحيل تحديد ما يعنيه ذلك الآن. فبعد كل شيء، ما تزال الولايات المتحدة متواجدة في أفغانستان لعقد ونصف العقد، وما تزال ولا تعرف ما إذا كان هناك شيء ما يشبه النجاح في أوراق اللعبة. مع ذلك، يجب مواصلة العمل على الهدف الرئيسي في سوريا والكامن في إضعاف واحتواء الجماعات الجهادية وإبقائها في حالة هرب لمنع شن هجمات على الولايات المتحدة وأوروبا والحلفاء الإقليميين. وليست هذه هي المحصلة المنشودة، لكنها أفضل من السعي لأهداف غير واقعية ولا يمكن تحقيقها، والتي يمكن أن تقود الولايات المتحدة إلى أتون حرب مشتتة لا نهاية لها، ولا تستطيع كسبها أمام خصوم أكثر التزاماً وتصميماً بكثير. وليست إدارة التهديد الجهادي في سوريا بدلاً من محوه استراتيجية جيدة ولا بطولية، وبالتأكيد لن تصلح سوريا أو توجه لإيران صفعة استراتيجية، لكنها تظل بالنسبة لأمريكا الطريقة الصحيحة، خاصة عند التفكير في مخاطر ومحاذير الانقضاض على سوريا وإيران في هذه المناطق التي يجري التنافس عليها. وثمة أمارات مشجعة على أن البنتاغون يعي تماماً هذه المخاطر على الأقل. معاناة غير مسبوقة يعيشها سكان العالم في فصل الصيف بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو لا يطاق. هذه المعاناة نقلتها صحيفة العرب الجديد عبر مجموعة صور سنتابعها معكم.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.